السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم معايا في واحد الجوله في مدينه تزغانية عند التعريف، مدينه صغيره. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا، غادي نقوموا بواحد الجوله في واحد المعرض بالصناعات التقليديه. كيف كتشوفوا معايا 100% داكشي يعني صنع يدوي، كيف كتشوفوا. غادي نشوفوا الصابون، يعني كيف كتشوفوا على هذا الشكل، هذا ديكورات زوينه بالصابون. كنبغي نشكركم جزيل الشكر بالنسبه للناس اللي داخل الوطن وخارج الوطن، اللي في الدول الاوروبيه، اللي كيعجب المنتوج المغربي 100%. وكنقول لكم شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو لي في لي كومونتير، كنقراها كلها يعني، متبعاكم حتى انايا. وبالنسبه اللي كيزور القناه ديال شهوة امل التازية، كنبغي نقول لهم شكرا جزيل الشكر، يديروا معاهم واحد ابوني وتفعيل الجرس باش يبقى يتوصلوا ديما بالجديد. وخليكم معايا من البدايه حتى النهايه ديال الفيديو، غادي نشوفوا التتمه وداك الشيء كلشي زوين ان شاء الله. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم وما نطولش عليكم. مرحبا و 100,000 مرحبا.
إلى هنا وتنتهي جولتنا ورحلتنا في المعرض ديال مدينة تازا بالصناعة التقليدية. كنتمنى نكون ما طولتش عليكم وكنت خفيفة وضريبة على القلوب ديالكم أعزائي المشاهدين. إلى فيديو آخر بحول الله، تبقوا على خير ومع السلامة، وشكرا على المشاهدة.